بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن حاجة من الحاجات اللي انت هتستخدمها 1000000% في كل حياتك في لغة البرمجة. يعني بمعنى صح، لا يمكن تفتح صفحة الا وتلاقي فيها الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي، وهي الانكلود والريكوير. الانكلود يا جماعة باختصار، انكلود معناها تضمين، بتعمل تضمين لصفحة تاني جوه صفحتك. ايه فايدة الانكلود وليه استخدمها، وايه الفرق بينها بين انكلود وبين ريكوير، ويعني ايه انكلود وانس ويعني ايه ريكوير وانس. هنشوف مع بعض الكلام ده كله. تخيل معايا يا جماعة ان انت عندك صفحتك الهيدر بتاعها فيه لينكات، عندي هيدر وفيه 10 لينكات. في العادي الاول زمان كنت انت عشان تحط الهيدر ده في كل صفحاتك كنت بتعمل الموقع كله HTML وكل صفحة فيها الهيدر ده كاملا، ولما تيجي تعدل على الهيدر ده يا جماعة بتروح تعدل عليه في الصفحات كلها. لكن هنا لا، انا هنا عندي صفحة هسميها مثلا global.php. صفحة الجلوبال دي فيها يا جماعة متغير، وليكن اسمه هنا page name بيساوي اسامة مثلا. انا عندي البيج نيم ده اسمه اسامة، ودي صفحتي العادية يا جماعة اللي هي انكلود دي، اهي صفحة انكلود، لاحظوا فتحها اهي، ورحت طبعت جواها ايكو بيج نيم. هو في حاجة اسمها بيج نيم فيها؟ بصوا مفيش، undefined variable، مفيش حاجة اسمها بيج نيم. لكن لو انا رحت عملت انكلود للصفحة بتاعتي اللي هي اسمها جلوبال دي، بصوا يا جماعة هعمل صفحة جلوبال .php، عملت لها انكلود انا، واروح كده بص كده معايا، بصوا طبع لي الفاريبل اللي اسمه بيج نيم. جابوا منين الفاريبل ده؟ جابوا من صفحه الانكلود دي، يعني حط لي الصفحه دي كلها، حط كل محتوى الصفحه دي في صفحتي، يعني كل حاجه جوه الصفحه دي حطها لي جوه هنا. اكنك بالظبط خدت الصفحه دي كوبي كلها كده ورحت حطيتها في الحته دي. هي دي فكره الانكلود يا جماعه. ايه فايدة الانكلود تاني؟ انت عندك مثلا ملف الكونفيجريشن اللي بيتصل بالداتابيس اللي هو config.php، موجود فيه بيانات الكونفيج بتاعتك كلها. هل انت كل ما تيجي تعمل استعلام على الداتابيس تروح حاطط البيانات؟ لا، بتروح مستدعي بس ملف الكونكت اللي هو بيتصل بالداتابيس. كل صفحة عندك محتاجة تتصل بالداتابيس تحط له ملف الانكلود ده زي ما انتم شايفين كده. طيب عرفنا يعني ايه انكلود، وعرفنا نستخدمه ازاي، وعرفنا ان لا غنى عنه في اي مكان. عندي حاجة اسمها انكلود وانس. يعني ايه انكلود وانس ويعني ايه انكلود؟ انكلود وانس يا جماعه يعني بتقول له اعمل لي انكلود للملف ده مره واحده بس. طب ليه وانس؟ لان انا ممكن اروح احط الملف ده انكلود تاني في مكان تاني. بصوا كده ممكن اعمل له كده 2 انكلود. طبعا ده هيسبب لك مشاكل، يعني هيسبب لك مشاكل في صفحتك ان انت عامل انكلود للملف اكتر من مره. طب ليه الانكلود وانس بتعمل ايه؟ الانكلود وانس دي يا جماعه اهي بتقول له لو انت عامل، لو الملف ده معمول له انكلود قبل كده خلاص ما تعملوش تاني، لكن لو مش معمول له اعمل له. هو ده معنى انكلود وانس، يعني من اسمها يا جماعه وانس مره واحده. فانا بقول له دايما لو هو موجود قبل كده خلاص ما تعملوش انكلود عشان ما يعملش مشاكل، لكن لو هو مش موجود اعمل له انكلود. يبقى انا دلوقتي حطيت الانكلود وانس وعرفت معناها، وعرفت ان هو بيعمل لي انكلود في حاله ان الملف مش موجود، مش عامل له انكلود قبل كده، ولو عامل له خلاص الغي مش مشكلة. طيب في درس يا جماعة في كورس في القناة عندنا في البلاي ليست الخاصة بالتطبيق بيشرح الفرق بالتفصيل الممل بين الانكلود والريكوير. هتلاقوا بلاي ليست اسمها PHP Example and Tutorials، دي هتلاقوا فيها الدرس بيشرح الموضوع ده بالتفصيل برضو عشان تراجعوا منه المعلومات. طب عرفنا انكلود وعرفنا انكلود وانس وعرفنا الريكوير، عايزين بقى نتكلم عنها. ايه بقى الريكوير وايه الانكلود؟ طيب قبل ما نعرف ايه الريكوير تعالوا نكتب ملف اسمه globals.php، مش global، يعني الملف ده يا جماعه مش موجود دلوقتي، ما عنديش ملف اسمه globals ده انا. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. كتب لي warning include globals.php fail to open stream no such file or directory. بيقول لك ما فيش فايل اسمه كده، ما فيش ملف اسمه globals ده، مش موجود. الملف اللي عندي يا جماعه اسمه global اللي هو ده، شايفين الرسالة؟ بس بعد الرسالة يا جماعة اقدر انا اعمل اي حاجة انا عايزها. بصوا هكتب echo hello. عارفين ليه يا جماعة اقدر اعمل؟ لان الانكلود بيعمل warning، ده يا جماعة warning مش error. الwarning ده تحذير، ممكن تلغيه بالphp لكن السكريبت هيكمل، هيكمل معاك ويطبع لك الحاجة اللي انت شايفها اهي، شايف؟ ده الانكلود. طيب
نيجي للريكواير. الريكواير يا جماعه زيه بالظبط، مفيش اي اختلاف، نفس العائله. هقول له برده ريكواير جلوبال دوت بي اتش بي، اهو جابه لي اسامه اهي، وهاللول اللي انا طبعتها بعدها، ونعمل مسافه بينهم كده بي ار، وهتلاقوا نفس اللي انا عامله، اسامه فوق وهاللول تحت، مفيش اي مشكله. طيب ريكواير وانس نفس الموضوع، نفس اللي انت عملته في الانكلود وانس، هنا برده بقول له ريكواير وانس عشان اتاكد لو الملف معمول له ريكواير ما تعملوش ريكواير تاني. طب ايه الفايدة يا جماعة؟ يعني ايه المشكلة؟ حد يقول لي يعني بديهيا كده، ايه المشكلة لو انا عملت الملف ريكواير مرتين؟ يعني هيحصل ايه؟ يعني هيحصل ايه لو عملت الملف ده مرتين؟ تخيل معايا ان انت عندك فانكشن وموجودة في تلات في الملف، ورحت عملت له انكلود تلات مرات، هتطلع لك ايرور طبعا، لان الفانكشن دي متكررة. عملت الفانكشن انت تلات مرات مثلا، او عملت حاجة جلوبال تلات مرات، معمول لها يعمل لها معمول لها ديفاين تلات مرات. طب ما هو دي هتعمل لك مشكله، لان انت عملت انكلود للملف اكتر من مره، فالانكلود وانس يعالج لك المشكله دي، والريكواير وانس يعالج لك برضو المشكله دي، لان انت بتقول له وانس لو موجود خلاص، مش موجود اعمل له ريكواير. طيب ادي الريكواير وانس اهي، ما فيهاش اي مشكله زي ما انتم شايفين. وتعالوا نشوف لو الملف مش موجود هيحصل ايه. بصوا معايا، كتب لي الورنينج اهو اللي هو الملف مش موجود، لكن جاب لي فتل ايرور. ايرور يا جماعه فتل يعني مش هيكمل، السكريبت وقف، بعكس الانكلود الفتل ايرور بيوقف عمل السكريبت، وقف خلاص. ايكو دي مش موجوده، مش هتتبع لانه وقف، لازم تدي له الملف المعمول له ريكواير. ده الفرق يا جماعه بين الريكواير وبين الانكلود. وفي الدرس الخاص بالفرق بينهم لازم يا جماعه تراجعوه في القناه. هنا يا جماعه هتلاقوا بي اتش بي اكزامبل اند توتوريالز، هتلاقوا هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين ريكواير فيس انكلود. الدرس ده يا جماعه هيوري لكم الفرق بينهم بالتفصيل الممل، ويمكن اكتر من الشرح اللي انا شرحته في الدرس ده، لازم ترجعوا له لانه مهم عشان يعرفك الفرق بينهم بالتفصيل. هنا بس الفروق اللي انا قلتها دي زي ما انتم شايفين، واتكلمت في الدرس تاني عن ليه انا استخدم دايما ليه دايما لازم استخدم الريكواير احسن، واتكلمت عن المبرمجين العالميين ليه بيفضلوا الريكواير وان الانكلود ملهاش لازمه، ليه اعمل انكلود لملف وما يكونش موجود، وليه اخلي السكريبت يكمل والملف مش موجود. المفروض فعليا والمفروض بديهيا ان اي حاجه عملها ريكواير تكون موجوده عندي، ليه اعمل انكلود؟ ليه المفروض الريكواير توقف عمل السكريبت لحد ما الاقي الملف موجود، اضمن الملف يكون موجود. وكده عرفنا يعني ايه يا جماعه ريكواير، ويعني ايه ريكواير وانس، ونرجع تاني الملف زي ما كان، وهنلاقي كل حاجه سليمه وشغاله اهي زي ما انتم شايفين. وكده يا جماعه عرفنا يعني ايه انكلود، وعرفنا يعني ايه ريكواير. ويا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، ما تنسوش تراجعوا الدرس اللي في التوتوريالز، واشوفكم في درس جديد باذن الله، وشكرا.